بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. جانا سؤال من أحد الأخوان، هو شلون نعرف هذا المحرك؟ طبعا هذا محرك ثري فيز، شلون نعرف عدد الأقطاب مالته؟ يعني هل هو قطبين، أربعة، ستة، وهكذا؟ الموضوع كل سهل، أكو قانون رياضي وأكو برنامج الأكسي اللي يحسب الكيا بكل سهولة. شنو المطلوب من عندنا؟ المطلوب من عندنا أول شيء نلقى القياس، القياس من هذا المكان من الجدار إلى بداية الفيز، بداية المجرى العفو من هاي العمق، هذا إحنا قسناه 2.1 بالعشرة. قيسه. طريقة القياس سهلة، تخلي لك ورقة هالشكل، ورقة وتأشر اللي هناية، راح يطلع عندي هذا 2.1 بالعشرة. زين، الشيء الآخر المطلوب من عندي هو إيجاد القطر، القطر الداخلي. القطر الداخلي هو، إذا نخلي هاي المسطرة هنا، تقدر تقيس الروتر طبعا، هذه بس حتى تتوضح العملية. خلا ثبت الستان، ثبت الستاند ونخلي الفيتا بهاي الطريقة ويا البداية، ومن هاي هنا تقريبا يطلع عندي 8.6 بالعشرة، تقريبا 8.6 بالعشرة. أجي على القانون وأطبقه وأشوفه. هنا إذا تقول لي شنو القانون اللي يحسبه، نقول القطر الداخلي في 0.5 على عرض القلب، يعني الكور. إحنا عندنا القطر الداخلي طلع عندنا 8.5 في 0.5 على 2.1 اللي هو عرض الكور، فيطلع الناتج 2 ورقم بسيط بالعشرة، يقرب لأقرب رقم زوجي، يطلع النتيجة 2 قطب. هذا حتى نعرف طريقة معرفة أقطاب الملف المجهول البيانات. تحياتي لكم وشكرا جزيلا.